طيب خلونا نشوف بقى السويتش بيشتغل ازاي وليه السويتش افضل من الهب. عندي هنا في في الباك تريسر هنا عندي في نتورك مكونه من اربع اجهزه، اللي هو الجهاز اللي هو اسمه يوزر 1، وجهاز اللي هو الثاني اللي هو يوزر 2، يوزر 3، ويوزر 4. والاربع اجهزه دولت واصلين على سويتش اللي هو اللي قدامي دوت سويتش، وكل جهاز من دولت مربوط على السويتش بكابل نتورك. وزي ما قلت لكم هنتكلم بعد كده عن الكابلات بتاعه النتورك. وفي عندي اللي هو الجهاز الاولاني اللي هو اليوزر 1 ليه عنوانين، العنوان الاولاني اللي هو الماك ادرس اللي هو اللي قدامي دوت اللي هو اخره 1، والاي بي ادرس اللي هو 10.1.10.1. وعندي بقى اللي هو اليوزر 2 واخد ماك ادرس اللي هو اللي قدامي اللي هو اخره 2 دوت، والاي بي ادرس اللي هو 10.1.10.2، ويوزر 3 اللي هو الماك ادرس اللي هو اخره 3، والاي بي ادرس اللي هو 10.1.10.3، والجهاز الاخير اللي هو يوزر 4 واخد الماك ادرس اللي هو اخره 4، والاي بي ادرس اللي هو 10.1.10.4. طيب خلونا نعمل كوميونيكيشن ما بين جهازين عشان نشوف بقى السويتش بيشتغل ازاي. هاجي عندي على اللي هو اليوزر 1 وادوس كليك كده، وهاجي على اللي هي الديسكتوب وادوس كليك كده، واخش على الكوماند برومبت ففتح لي اللي هي الكوماند برومبت. وخلوني بس اوسع الدنيا هنا كده، هاجي انزل بس دي كده. هاجي انا عايز جهاز اللي هو يوزر 1 عايز ينده على اليوزر 3 زي ما عملنا في الهب. طيب بس انا هنا احنا هنا واصلين على السويتش، احنا خلاص اتكلمنا عن الهب، احنا دلوقتي بنتكلم عن السويتش، عايزين نشوف السويتش بيشتغل ازاي. طيب الجهاز اللي هو يوزر 1 اللي هو الاي بي ادرس بتاعه اللي هو ايه اللي هو 10.1.10.1، عايز ينده على الجهاز اللي هو الاي بي ادرس بتاعه اللي هو 10.1.10.3 اللي هو الجهاز اللي هو يوزر 3. طيب هكتب له الكوماند اللي هو بينج مسافه 10.1.10.3 وهدوس انتر. بس يعني قبل ما ادوس انتر انا هنا داخل برضو على اللي هي السيميليشن بانل، كنت اوريكم شويه تجيبوا السيميليشن بانل ديت من فين. والسيميليشن بانل ديت هي اللي بتورينا ازاي الاجهزه بتاعتنا بتشتغل على الباك تريسر سواء الهب او السويتش او اي ديفايس تاني. طيب انا هاجي هنا على الكوماند كده وانا واقف على اللي هي الكوماند برومبت ويز انتر، فزي ما انتم شايفين كده في اللي هو اليوزر 1 ظهر لي اللي هو الظرف دوت. قلنا نتخيل ان الظرف دوت هو الكوماند بتاع البينج، تمام؟ هو مش كده بالظبط بس يعني بحاول اقرب الدنيا. الظرف دوت نتخيل ان هو الكوماند بتاع البينج او الحاجه اللي هي بتتبعت من اليوزر 1 اللي هو الجهاز رقم 1 دوت اللي هو يوزر 1 بيكلم يوزر 3 اللي هو الاي بي بتاعه 10.1.10.3. خلوني بس اجي هنا اعمل مينيمايز كده، وانا عندي زي ما قلت لكم اللي هو الظرف اللي قدامي دوت المفروض يوزر 1 عايز يكلم يوزر 3 او الجهاز اللي هو اليوزر 1 اللي هو الاي بي بتاعه 10.1.10.1 عايز يكلم يوزر 3 اللي هو الاي بي ادرس بتاعه 10.1.10.3. طيب زي ما انتم شايفين كده ديت اللي هي الرساله اللي اتبعت من يوزر 1 او الجهاز اللي هو يوزر 1 ليوزر 3. هاجي على اللي هي السيميليشن بانل، هاجي هنا ادوس كليك كده وادوس كليك تاني كده، فزي ما انتم شايفين الجهاز اللي هو يوزر 1 بعت للسويتش، بعت للسويتش زي ما انتم شايفين اللي هي الرساله ديت اتبعتت من يوزر 1 راحت على السويتش، والمفروض بقى السويتش يعمل ايه؟ المفروض يبعت ليوزر 3. طيب خلونا نروح على السيميليشن بانل تاني، واجي هنا ادوس كليك كده. فزي ما انتم شايفين كده ايه اللي حصل؟ السويتش 1 بعت للي هو اليوزر 3 بس وما بعتش لكل الناس. طيب خلونا نيجي هنا وندوس كليك تاني كده. فزي ما انتم شايفين كده يوزر 3 راح بعت لي السويتش، المفروض بقى يرد على اللي هو يوزر 1 او اللي هو الجهاز الاولاني. ادوس كليك تاني كده، فزي ما انتم شايفين كده اللي هو السويتش بعد ما جات له الرساله بتاعت الريبلاي من يوزر 3 راح باعت ليوزر 1. طيب خلونا نجرب اللي هو يوزر 2 يتكلم مع يوزر 4. هاجي على يوزر 2 ادوس كليك كده، هاجي على الديسكتوب ادوس كليك كده، هاجي على الكوماند برومبت ادوس كليك كده، وخلينا نوسع الدنيا هنا كده، ويعني هنزل تحت كده هكتب الكوماند اللي هو بينج مسافه 10.1.10.4 اللي هو الاي بي بتاع جهاز اللي هو يوزر 4 وادوس انتر كده. فزي ما انتم شايفين كده اللي هو اليوزر 2 ظهر فيه اللي هو الظرف دوت
والمفروض هيبعت للسويتش، بعد كده السويتش يروح باعت لليوزر 4 او اللي هو الجهاز رقم 4 اللي هو الاي بي بتاعه 10.1 و10.4. هاجي على اللي هي السيميليشن بانل وادوس كليك كده وادوس كليك تاني، فزي ما انتم شايفين كده المسج او الرساله ديت اتبعتت من يوزر 2 راحت على السويتش. هاجي ادوس كليك تاني كده، فزي ما انتم شايفين السويتش راح باعت لليوزر 4 بس وما بعتش لباقي الناس. طيب يوزر 4 بقى المفروض عايز يرد على يوزر 2 هيعمل ايه؟ هاجي على او يعني هاجي على اللي هي السيميليشن بانل ديت، هدوس كليك كده، يوزر 4 راح باعت للسويتش، وهدوس كليك تاني كده، فزي ما انتم شايفين السويتش راح باعت ليوزر 2. فزي ما انتم شفتوا كده دوت الفرق ما بين السويتش وما بين الهب. الهب لما كان بيجيله رساله او لما كان بيبقى في اي جهاز واصل على الهب عايز يتكلم مع جهاز تاني، فكان بيروح باعت للهب والهب بيروح باعت لكل الناس، والموضوع دوت بيتقل الدنيا زي ما اتكلمت قبل كده او زي ما اتكلمنا قبل كده، وعشان كده الهب ما عادش موجود دلوقتي. اما السويتش فلو في جهازين واصلين على السويتش، لو في جهاز عايز يكلم جهاز تاني، فايه اللي بيحصل؟ الجهاز بيروح باعت للسويتش والسويتش بيروح باعت بس للجهاز اللي هو المفروض بيتبعت له وما بيبعتش لكل الناس، عشان كده السويتش يعتبر اذكى واسرع من اللي هو الهب. طيب السويتش قلنا الميزه الموجوده فيه ديت اللي هو ما بيبعتش لكل الناس، او الحته بتاعت ان هو لو في جهاز بيبعت لجهاز تاني، الجهاز اللي بيبعت اسمه السورس والجهاز اللي بيستقبل اسمه ديستنيشن. على السويتش السورس لما بيبعت للديستنيشن فالمسج بتروح من السورس للديستنيشن على طول، ما بتروحش لباقي الناس. طيب السويتش بيعمل القصه ديت ازاي؟ كنت قلت لكم قبل كده ان السويتش بيبقى فيه جواه كده زي جدول، الجدول دوت بيبقى متخزن فيه الماك ادرس بتاع كل جهاز، عشان كده لما بيجي له اي فريم او اي رساله يعني بتجي له من السورس، فبيدور عنده في التيبل بيشوف الديستنيشن او بيشوف الماك ادرس بتاع الديستنيشن وبيروح باعت له اللي هي الحاجه بتتبعت له للجهاز اللي هو ديستنيشن يعني. والموضوع دوت بيتم من خلال اللي هو التيبل او الجدول اللي موجود عندي جوه السويتش. طيب خلينا اوريكم التيبل دوت موجود فين في السويتش اللي قدامنا دوت. هاجي على السويتش هنا في الباكت تريسر وادوس كليك كده، وهاجي على اللي هي السي ال اي وادوس كليك كده، وهاجي هنا في الحته اللي قدامي ديت وادوس انتر، فهلاقيه فتح لي اللي هي الشاشه اللي قدامي ديت. ممكن اجي هنا كده واوسع الدنيا شويه وادوس هنا انتر كده، زي ما انتم شايفين هنا كده مكتوب سويتش والعلامه اللي هي بتاعت الجريتر ذان واللي هي الحته اللي قدامي ديت. هنا بقى او من خلال الحته ديت ممكن نشوف الجدول بتاعنا، بس في ملحوظه عايز اقولها هنا في الحته ديت، الكامل اللي انا بشرحه في الجزئيه ديت مش موجود عندك في الكورس بتاع الاي بلس، يعني مش مطلوب منك ان انت تعرف الحته ديت، بس انا بحاول يعني لو في حاجه هتفيدكم او هتفهمكم الدنيا اكتر بحاول اوريها لكم في الشرح بتاعنا، بس يعني زي ما قلت لك يعني مش مطلوب منك ان انت تعرف الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي ديت، بس يعني لو عايز تتابع معايا مفيش مشكله. طيب انا عايز اشوف اللي هو التيبل او الجدول الموجود جوه السويتش اللي هو متخزن فيه الماك ادرس بتاع كل الاجهزه، عشان خاطر لما بيبقى فيه اي جهاز وصل على السويتش عايز يتكلم مع جهاز تاني، بيقدر الجهاز دوت اللي هو السورس يقدر يتكلم مع الديستنيشن وما يبعتش لكل الناس. قلنا الكلام ده بيتم من خلال اللي هو الجدول او التيبل اللي بيبقى موجود عندي جوه السويتش. طيب التيبل ده زي ما كنت قلت لكم قبل كده اسمه الماك ادرس تيبل. لو انا عايز اشوف التيبل دوت هكتب له الكوماند اللي هو شو مسافه ماك مسافه ادرس داش تيبل وادوس انتر، فزي ما انتم شايفين كده ظهر لي هنا كده يعني حاجه عامله زي الجدول كده وظهر فيها الكامل قدامي ده كله. زي ما قلت لكم يعني مش الحاجات ديت مش موجوده عليك في الكورس بتاع اللي هو الاي بلس، فيعني ما تخضوش لو في حاجه مش مفهومه هنا، بس يعني بحاول زي ما قلت لكم يعني افهمكم الدنيا اكتر. طيب انا عندي هنا في مكتوب هنا بيقول لي اف اي 01 واف اي 04 اف اي 03 واف اي 02، ومكتوب قدام كل حاجه من دولت في اللي هو هنا بيقول لي دوت الماك ادرس ومكتوب الماك ادرس دوت والماك ادرس اللي هو الثاني دوت
والماك دوت، الماك ادرس ده والماك ادرس دوت. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ زي ما قلت لكم مش عايزكم تتخضوا، اللي هو الاف 01 دوت، ده البورت او الانترفيس بتاع السويتش. كنت كلمت لكم قبل كده عن الانترفيس او اللي هو البورت بتاع السويتش، كنت قلت لكم دوت اللي هو المكان اللي انت بتوصل فيه الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب او اي ديفايس، بيوصل على السويتش في البورت او اللي هو الانترفيس. فكل انترفيس بيبقى ليه رقم، فدوت اللي هو او كل بورت يعني، ده البورت الاولاني، ودوت البورت رقم 4، ده البورت رقم 3، وده البورت رقم 2. لو جيت مثلا يعني عايز اوريكم حاجه برضو، لو جيت على اللي هي الفيزيكال ديت، دوست كليك كده وهاجي على اللي هي الزوم ان ديت، هدوس كليك كده، فدوت كده شكل اللي هو السويتش. لو جيت كده هنا، فديت ديت البورتات او اللي هي الانترفيسز او اللي هي الفتحات الموجوده عندي في السويتش اللي بوصل فيها الاجهزه بتاعتي. فدوت اللي شايفين اللي هو الحته اللي هنا ديت، دوت كده اللي هو البورت الاولاني اللي اسمه اف 0 على اف اي 0 على 1، اللي هو لو جيت هنا كده السي ال اي ده اللي هو اف اي 0 على 1، اللي هو اني اللي هو لو جيت هنا في اللي هو الفيزيكال اللي هو الفتحه ديت او البورت دوت او الانترفيس ده، ده اللي هو اف اي 0 على 1، ودوت اللي هو اف اي 0 على 2، دوت اف اي 0 على 3، دوت اف اي 0 على 4، ودوت اللي وصل عليه الجهاز الاولاني اللي اسمه يوزر 1، ده اللي وصل عليه يوزر 2، ده اللي وصل عليه يوزر 3، ده اللي وصل عليه يوزر 4. طيب خلونا ارجع هنا تاني على اللي هو سي ال اي، دوس كليك كده. فزي ما انتم شايفين عندي اللي هو الجدول اللي قدامي دوت متخزن فيه الماك ادرس، يعني كل بورت او كل انترفيس او كل فتحه في السويتش متخزن فيها اللي هو الماك ادرس بتاع كل جهاز واصل على البورت او الانترفيس. ودوت بيسهل عليا الدنيا ان انا لو في اي جهاز عايز يتكلم مع جهاز تاني، فبيدور جوه الماك ادرس وبيعرف فين الجهاز اللي هو السورس والجهاز الديستنيشن، وبيبتدي بقى يبعت يعني من السورس للديستنيشن على طول، وما بيبعتش لكل الناس. طيب كده تمام، شفنا الهاب بيشتغل ازاي بشكل عملي، وشفنا برضو السويتش بيشتغل ازاي بشكل عملي، وعرفنا بقى الفرق ما بين السويتش والهاب، وقلنا ان السويتش يعتبر افضل من الهاب. ودوت ليه السويتش افضل من الهاب؟ لان السويتش زي ما قلنا ان لو في جهاز بيكلم جهاز تاني، فالجهاز اللي هو قلنا الجهاز اللي بيبعت اسمه السورس، والجهاز اللي بيستقبل اسمه الديستنيشن. لو السورس عايز يكلم ديستنيشن، فالسويتش بيجي له رساله من السورس يروح باعتها للديستنيشن بس. اما الهاب ما كانش بيعمل كده، الهاب كان لو في السورس بيكلم ديستنيشن، كان اول ما بيجي له رساله من السورس بيروح باعتها لكل الناس، والديستنيشن بس هو اللي بيبتدي يرد على الرساله ديت، وبقيه الناس بيعملوا ديسكارد او بيعملوا اجنور للديتا، والجهاز بس اللي هو مبعوت له المسج او مبعوت له الداتا ديت هو اللي بيبتدي يعمل بروسيس وبيبتدي يرد على الجهاز السورس، وبرده كان بيروح بعت لكل الناس زي ما شفنا في الشرح دوت. وقلنا ان الموضوع دوت بيبطئ الدنيا، عشان كده الهاب ما عادش موجود دلوقتي. اما السويتش فاذكى من الهاب في جزئيه ان لما بيجي له اي فريم من السورس، او لما بيجي له يعني اي رساله من السورس، فبيروح بعتها للديستنيشن بس وما ببعتهاش لكل الناس. وهحاول ان انا احط لكم الفايل دوت بتاع الباك تريسر دوت اللي انا شغال بيه، احطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. عايزكم تشتغلوا عملي بايديكم عشان خاطر المعلومات يعني تثبت في دماغكم، او ممكن انت يعني حاول انت بنفسك تفتح الباك تريسر وتعمل نتورك زي اللي انا عاملها ديت، او تعمل اتنين نتورك. نتورك عباره عن هاب هتوصل عليها اربع اجهزه، زي اللي هي النتورك اللي هنا فوق ديت دوت الهاب. ويعني عايزك تفتح الباك تريسر وتعمل نتورك زي كده، هتجيب اللي هو الهاب دوت، وهتروح موصل تجيب اربع اجهزه عشان خاطر الدنيا تبقى واضحه اكتر، وهتحط اللي هو الجهاز الاولاني، الجهاز الثاني، الجهاز الثالث، الجهاز الرابع، وتدي اي بي لكل جهاز، وتبتدي بقى تعمل الكوماند اللي هو بتاع البينج. يعني مثلا تعمل بينج من بي سي 1 لبي سي 3، وتعمل مثلا بينج من بي سي 2 لبي سي 4، وتعمل اللي هو السيميليشن، تختار اللي هي السيميليشن ديت. يعني هتدوس كليك هنا كده على اللي هي السيميليشن، هي اصلا بتبقى موجوده اللي هي الريال تايم، هتيجي تختار اللي هي السيميليشن عشان خاطر تشوف الدنيا زي ما احنا عملناها كده. بس في ملحوظه عايزك تعملها، او في حاجه عايزك تعملها في الباك تريسر، ان انت وانت يعني قبل ما تبتدي تعمل الموضوع دوت، قبل ما تعمل او بعد ما تختار اللي هي السيميليشن ديت،
في عندك حاجه اسمها اللي هي الشو اول نون، ديت بتبقى الديفولت بتاعها بتبقى عامله كده، تبقى عامله كده. فعايزك تعمل ايه؟ هتيجي على يعني انت اول في الاول خالص تبقى الريال تايم ديت، اول لما بتختار اللي هي السيميليشن بتلاقي الشكل اللي قدامك دوت اللي هو بتاع سيميليشن بانل، وبتلاقي تحت كده في حاجات كتيره مكتوبه. فعايزك تيجي على اللي هي الشو اول فور سلاش نون ديت، هتدوس كليك كده وهنا هو هيقول لك نون، وتيجي على اللي هي اديت فلترز وهتدوس كليك كده وتختار اللي هي الاي سي ام بي، هتدوس كليك كده وتقفل، وتبتدي بقى تعمل الحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو بتاعنا هنا في الشرح. بس مهم جدا ان انت تعمل الحركه ديت اللي هو هتختار اللي هي شو اول نون زي ما وريتكم دلوقتي، وتعمل اللي هي اديت فلترز وتختار اللي هي الاي سي ام بي ديت، وتبتدي بقى تكمل الشغل عشان خاطر تشوف الحاجات زي ما انا عملتها في الفيديو بالظبط. ممكن ترجع الحته ديت هنا في الفيديو، انت بتسمع الفيديو دلوقتي ارجع الحته اللي انا قلتها دلوقتي بتاعت الفلتر ديت، وابتدي اعملها على الباك تريسر، عشان لو ما عملتش اللي هي الاي سي ام بي ديت بس وسبتها على الديفولت اللي هي الحاجات الكتيره كانت موجوده اللي هي الحاجات ديت كده، لو انت اشتغلت وكل دي حاجه اسمها البروتوكولز، ممكن نتكلم عن بعض الحاجات دي بعد كده. لو انت اشتغلت وكل البروتوكولز ديت موجوده وانت على السيميليشن سيميليشن مود في اللي هي السيميليشن بانل ديت، فممكن تلاقي في حاجات تانية ظهرت لك ممكن تلخبطك. فعشان كده اعمل الحته ديت، واعمل زي ما قلت لك نتورك عباره عن هاب وصل عليه اربع اجهزه، واعمل نتورك تانية اللي هي عباره عن سويتش ووصل عليه اربع اجهزه، وتبتدي بقى تحط اي بيهات زي اللي قدامك ديت. زي ما قلت لكم هنتكلم على الاي بي بعد كده، بس ممكن تعمل اي بيهات زي الموجوده هنا قدامك. وزي ما قلت لكم هحاول احط لكم الفايل بتاع الباك تريسر دوت في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، بس تكون منزل برنامج الباك تريسر عندك على الكمبيوتر. طيب كده الفيديو خلص، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في الشانل على اليوتيوب، وتفعلوا جرس النوتيفيكيشن عشان تعرفوا اول لما فيديو جديد ينزل، وتابعوني على السوشيال ميديا الثانيه، تابعوني على الفيسبوك على البيج وعلى الجروب، تابعوني برضو على تويتر وانستجرام ويوديمي، وحابب اشوف تفاعلكم معايا على الفيديوهات، واستنوني في فيديو جديد.